يعني عن النجاح والطاقة والتحفيز. ترانزستور كل ثلاثاء الخامسة مساء على رايا اف ام. ترانزستور خبير في موضوع معين. أسرار النجاح. يونو نصيحة ترانزستور. ترانزستور مساء الخير، اهلا فيكم في برنامج ترانزستور. معكم في الاعداد والتقديم انا سائد كرزون، وفي الهندسه الاذاعيه احمد عجولي. كل يوم ثلاثاء الساعه الخامسه مساء على اذاعه رايا اف ام. ارقام الهاتف للاتصال 2421222 او 3. في كل حلقة معنا موضوع جديد، موضوع نستفز فيه الناس، موضوع فيه نطرح فيه آليات وتقنيات، وموضوع هو الأهم وهو رؤية البرنامج العقل الفلسطيني. كنا نحكي أنا وياك أحمد قبل البرنامج على هذا الموضوع وشو يعني فكرة برنامج ترانزستور وكيف إحنا بنتواصل فيه مع الشباب، لأنه بنعتبر الإذاعة جزء كثير مهم بوصل للناس، فما بالك مع اللايف ستريم هاي الموجودين إحنا على الفيسبوك هلأ أحمد كلنا. طيب أحمد، موضوعنا اليوم هو طرق تسويق منتجاتك وأفكارك عبر السوشيال ميديا. موجود إلى كل اللي بيشوفونا على الفيسبوك، كل الناس اللي بيسمعونا على إذاعة رايا أو من خلال موقع رايا كمان أو صفحة تغيير للإعلام المجتمعي. معنا أحمد بركات، هو مختص ومدرب في التسويق الإلكتروني. أهلا وسهلا أحمد. أهلا فيك. متابع لك على الفيسبوك وبشوف شو بتكتب، أشياء فيها جهد وأشياء فيها معلومات وأشياء فيها ممكن الناس يقول لك ليش هذا بضيع الزلمة وقته، صح ولا لا؟ صحيح. تسمع كلمات زي هاي؟ أكيد طبعا. طيب بتأمل من كل اللي بيسمعونا إنهم اليوم فعلا كمان قدر الإمكان، ودايما بحكي هاي الجملة، يسمعوا لضيوف. إحنا بنجيب هذه الضيوف تسمعوا خبرتهم تجربتهم، لأنه أي حد عنده أي رحلة هو بمر بعدة تجارب بطلع فيها بملخصات، وهذا اللي بدنا نبلش فيه اليوم. أحمد، حابين نعرف أكثر عنك للمستمعين، دراستك الجامعية ولشغلك اليوم. أوكي، خليني في البداية أحكي أهني إذاعة رايا بسائد كرزون، والله يخليك. هني هني وينهم، خليهم يسمعوا بالبرامج اللي بتطلع فيها واللي بتستهدف الشباب اللي ما يعني بالنهاية عم بيدوروا على إشي لحتى يبرزوا فيه. صح. فإحنا عم بنشوف هذا الحكي كتير بإذاعة رايا. الفكرة بدك تهني الناس بعيد الأضحى، يعني كل عام الأضحى قريبا إن شاء الله. كل عام وانتم بخير طبعا. وانتم بخير. لما حد يسألني أحمد بركات إيش بتعمل، إيش حياتك، إيش كذا، أنا بحكي لك أنا شخص كأي شخص فلسطيني. بلشت حياتي العملية قبل حوالي 8 سنين. حلو. خط كل التجارب، بلشت كمصمم كديزاينر، دخلت بالبرمجة، دخلت بأكثر من عالم. حلو. وبعدين تلقيت الاتجاه الصحيح اللي إلي اللي هو السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج أو التسويق الإلكتروني. عظيم. فمعرفتي بكل الأمور اللي حكيت عنها زي تصميم زي برمجة ساعدني كتير لحتى أبرز بمجالي ولحتى أبدع بمجالي يعني بالشركات وما إلى ذلك. واليوم وين بتشتغل؟ اليوم أنا حاليا مسؤول عن قسم التسويق الإلكتروني بشركة الوطنية موبايل، الشبكة الأحدث في فلسطين، وماسكين كل الأمور أنا والتيم اللي عنا اللي بنشوفها قاعدين من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الجوجل ومن خلال كل المواقع، أي بانر أي مكان بنشوفه أونلاين فإحنا لنا علاقة فيه بشكل حلو. مباشر. حلو. أحمد، حكيت على موضوع كثير مهم وحابب أتطرق له، يعني سمحني مرات بطلع عن السيريال الأخير، ولكن في عنا مثل كثير كثير أنا بعتبره سيء اللي هو دائما بيحكوا الناس سبع صنايع والبخت ضايع. صحيح. هذا كارثي كارثي للي بسمعنا. انه بحكي لك دائما عندك مسوي كذا ومسوي كذا، وحبيت حكيت انت جمله جوهريه هلا انه انا بالاخر لقيت اللي بدي اياه. فكرك كمان خلى لهي الحلقه قديش بتشوف شباب انه خلاص بيمسك بشغله وبضلوا بالمنطقه المريحه تاعته
وبدوش يطلع منها، بدوش يتطور، بدوش يتعب، بدوش إشي يغير له مزاج حياته اليومي، وضله مكانك سر. بيجي بقول لك يا عمي ما تطلع، البخت سبع صنايع والبخت ضايع، الاحتلال والبلد نعم كل 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 شيء كل شيء. شو رأيك؟ لا أنا بكل بساطة بحكي إنه دائما الواحد ينطلق، ينطلق حلو. بكل ما فيه، ينطلق بكل، يجرب كل التجارب اللي الله خلقها لحتى يلاقي في النهاية المكان اللي هو فيه. يعني احنا لما واحد وصل للدرجة اللي هو فيها الحمد لله هلا، ولساتنا احنا بأول طريق بالنهاية، حلو، خضنا مليون تجربة، اشتغلنا بأكثر من شركة، اشتغلنا وشفنا كل البيئة، شفنا كل أنواع الشركات وكل شيء، وبالنهاية الحمد لله ربنا وفقنا بمكان ممتاز جدا طبعا الحمد لله. هذا الحكي ما إجا بالسهل، ما إجا بيوم وليلة، أحمد بركات قالوا له تعالوا يا وطنية تفضل توظف عنا. الموضوع أخذ كثير جهد وأخذ كثير سنين تجارب وعمل. وسنين وعمل وتجارب عادي وراح نشوف كل الدنيا. وكنا في البداية نحكي نفس كل الشباب، كنت أحكي أنا فهم البلد فيش فيها بلد بطالة، بلد فيش فيها شغل، بلد إحباط، الاحتلال وما إلى ذلك. بس لما نمشي شوي 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 بشغلنا بنكتشف إنه لا، البلد فيها كتير فرص، بس إحنا في النهاية لازم نتوجه للفرصة الصحيحة، لازم نلاقي حدا اللي يعطينا الاتجاه الصحيح. حلو. والحمد لله يعني كتير في عنا قصص نجاح للمحيط فينا بتبين صحيح. هذا الموضوع مزبوط. طيب برأيك شو نصيحتك للشباب اللي نبلش فيها، اللي بفكروا التخصص هو نهاية الدنيا؟ أنا درست IT معناتها أنا ممنوع أسوي أشياء تانية، أنا درست جرافيك ديزاين معناتها ممنوع أسوي أشياء تانية. بكل مكان، بكل مكان ما في عنا أي محدد بالحياة، طالما الشخص بيقدر يقرأ وبيقدر يكتب ففي النهاية بيقدر يتعلم أي شيء جديد. فأنت إذا كشخص، إذا أنت دارس IT، دارس إنجليزي، دارس هندي، دارس عربي، دارس أي شيء، وعم بتلاقي حالك مبدع بمجال معين، اتجه إله. رح أنا بحكي لكم بالبداية رح تلاقوا كتير ناس يطلعوا لكم بالوجه، البداية هيقول لك أنت شو عم تعمل، أنت بالبداية وبالوسط وبالنهاية بأي مكان، أنت شو دخلك، أنت شو عرفك بهاي الأمور، أنت لساتك جديد، أنت مش عارف، كل هاي الأمور حطوها على جنب واتجهوا للاتجاه الصحيح اللي انتم حاسين فيه انه انتم مرتاحين فيه. حلو. احمد شو من محطاتك اللي بتعتبرها تحدي كانت؟ اسمع تعرف شو انا تعلمت تدريب جديد، الواحد يحكي عن مشاكله، الواحد يحكي عن اشكالياته، شو من واحدة من المحطات اللي خبطتك بالحيط هيك صحتك حسيتها انه عن جد هذه نقطة تحول؟ لا هي ممكن أكبر محطات اللي إحنا بتواجهنا بالحياة في البداية هي الشغل الأول أو الثاني أو كذا. هذا إنه إنه أنت حتى قصة دخولي مثلا على التسويق الإلكتروني وكذا كان تحدي. يعني أنا دخلت على شركة هي وكالة دعاية وإعلان. دخلنا فيها لحالي. هذا أول شغل. أول شغل بالتسويق الإلكتروني. أول شغل بالديجيتال ماركتينج هي بشركة زوم. نعم. لما بلشنا الشغل هذا قبل حوالي 6 سنين دخلت عليهم مرحبا أهلين. إحنا هم حكوا لي أنا بدنا حدا يفهم ديجيتال ماركتينج، قلت لهم أوكي. التحدي اللي كان عندنا إنه ما كان عندنا ولا أي زبون. ما كان في البلد أصلا في شغل ديجيتال ماركتينج. الكل كان لسه عم ببلش بالشغل وكذا وكذا. ما كان الناس اللي عم بشتغل معهم مقتنعين بالشغل تاعي. يعني كنت قاعد بمكتب مع جماعة ديزاينرية حوالي عم بيحكوا لي انت شو عم تعمل فيسبوك ومش عارف ايش هذا، شو حيجيب لك اي وفيش حدا مأمن بشيء. الحمد لله طلعت من الشركة بعد 4 سنوات انه مؤثر وعامل تحت قسمي، في 8 أشخاص بيشتغلوا معي بقسم لحال بغرفة لحال. يعني فالواحد لو انا في البداية سمعت اللي حوالي واللي عم بينزل من معنويات اللي هي دائما بتواجه كل شخص، كان انا ولا شيء. كان زوم ولا إشي بالديجيتال ماركتينج. حاليا الحمد لله طلعت من الشركة. جميل. وأنا يعني سكسس ستوري بالنهاية عندي هاي. جميل. طيب السؤال التالي أحمد، يعني اليوم عم بتشوف وانت بتراقب الشباب اليوم، بتروح بتتوجه للسوشال ميديا، في كتير مدربين، في كتير ناس بيستخدموا حملات، وفي كيف اليوم شايف هذا الواقع بعد مرور كل هاي السنوات؟ اليوم احنا بال 2016 كيف بتقيمها فعلا؟ مش من منظور رقم انه عندنا مثلا اليوم مش عارف قديش فيسبوك، من منظور الاستخدام، هل فعلا هذا الاستخدام سليم ولا كيف؟ وشو يعني سليم وخطأ كمان؟ احنا في لساتنا بالبداية، بغض النظر عن الأرقام الكبيرة اللي عندنا وما إلى ذلك، بس من ناحية استخدام مثلا تسويقي أو استخدام بشكل صحيح لساتنا في عندنا كتير مشاكل. حتى من ناحية فردية، لو بدناش نحكي تسويق نحكي فردية، كثير ناس عندهم مشاكل بالخصوصية وما إلى ذلك.
اللي احنا الاشي اللي بنحاول نعمل قدر الامكان سواء عندي او عندك او عند اي حدا مختص بهذا المجال انه بنحاول ننزل شغلات توعية مختلفة. ديروا بالك وانتبهوا ايش تعملوا هيك، انت يا مسوق اتجه بهذا الاتجاه. ما اهم شيء لحتى الشخص ينجح باي بزنس له، لما نحكي عن ناحية تجارية مثلا بالسوشيال ميديا، انه يكون عارف مين الفئة المستهدفة اللي عنده. لانه يمكن انت عم تشغل على الفيسبوك مثلا وكل فئتك اللي انت عم تستهدفها مش موجودة اصلا. صحيح. مش موجودة عندك مزبوط. على الفيسبوك. فالواحد بس يفهم مين نستهدف لحتى بناء عليها يبني كل الاستراتيجية تاعته وكل شغله وما إلى ذلك. وحلاوة السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج كمان إنها ما حددت البزنس هذا. صحيح. بس على الناس المختصين، أي شخص بيقدر يشتغل. فتحت هذا المجال للجميع. اقرأ بس. قديش بتشوف الناس فعلا عمالها تقرا او بتطور حالها بهذا المجال، او بقدر ما انه يعني فورتين او إشي طلع جديد وكل الناس تعرف لما بيطلع فيه جديد بدها تهجم عليه، شئنا ام ابينا. صرنا نحكي بهاي الحملات والاخر، وهذا حاله منيحه يعني مش غلط انه الناس تحكي وكذا، ولكن شو بتفسر؟ ما انا بشغلي مثلا بشغل الوطني موبايل مثلا ضد انه انا اتجه مباشره على اي شيء واجي احكي هاي لاول مره في فلسطين مثلا انا عامل هيك، او لاول مره في فلسطين انا مش عارف شو. انا قبل ما احكي لاول مره في فلسطين لازم كاي شخص اكون عارف، اكون عارف شو فائده هذا الموضوع لي، هل هو له فائده لي، هل هو بيجيب عائد على الشركه. صحيح. هل هو عن جد added value يعني بيجيب value، بيجيب إشي للشركه. اذا كان بيجيب شركه فانا اول شخص يعني بروح مباشر عليه، اما اذا ما كان ما يعني حرام نضيع وقتنا نروح على كل إشي عم بصير زي ترند. نعم. ونضيع كل مجهودنا باكثر من مكان. dont waste your time، ما تضيع وقتك باكثر من بلاتفورم مثلا على السوشيال ميديا، بس ضيعها بمكان اللي انت بتلاقي فيه الناس اللي بتركز حسب هدفك. وكيف بتشوف اذا استخدام الناس بناء عليه؟ كيف بتشوف فعلا الصفحات الفلسطينيه؟ لانه صراحه اليوم ينزل فيديو فيه ضحك، فيه يعني ما خدش 5 ثواني تسجيل، ممكن يسوي له مليون مشاهدة، بينما في فيديوهات قوية فيها توعية مجتمعية، فيها فكر، فيها رؤية، يا دوب حد الناس تشوفها. إيش الخلل؟ هل من الفيديو نفسه؟ هل من الموضوع؟ ولا الناس اليوم بدها إشي تتسلى؟ المشكلة الأكبر اللي احنا بتواجهنا بالسوشيال ميديا اللي هي قصة الفيديوهات. الفيديوهات مثلا عم نلاقي الانتشار الكبير جدا للكوميدي، الأشياء الكوميدية وكذا. هي هذه بالواقع هي طبيعة الشخص، طبيعة الحياة، انه احنا بنحب دائما الاشي اللي بيبسط وكذا وكذا. بس المشكلة احنا بنواجهها بفلسطين مثلا انه الفيديوهات المفيدة او الفيديوهات اللي فيها فاليو كبيرة وهيك شيء ما عم تنتشر بشكل المطلوب. هذا تقصير منا، تقصير منا قبل ما يكون من أي شخص آخر، لأنه إحنا كأشخاص مفروض نبدع أكثر، نعمل ننشر الفكر الآخر. يعني ما نظلنا بس ننزل كوميدي كوميدي كوميدي، يكون في عنا جزء من الحياة، جزء من إشي توعوي، جزء من المواضيع اللي بتزيد من قوة المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. فهي المشكلة إحنا زي ما أحكي لك بنواجهها مش بس عندنا بفلسطين، في أكثر من مكان، بس الدور علينا إحنا كناس مختصين حتى. نعم. إنه إحنا ننشر الفكر، ننشر الفكر اللي يعكس الفكر سيء. عم بنشوف حاليا الناس أغانيهم ولا إشي كثير يعني غير ناضجة وغير جيدة تنتشر انتشار النار بالهجيم. إحنا في حق علينا. نعم صحيح. فالشخص ينتبه على إيش عم بنشر. نعم. ويكون هو في النهاية منبر لأي شخص آخر لحتى ينشر الطاقة الإيجابية، لحتى ينشر الأمور الصح. حلو. تسألك سؤال، أنت تقريبا يوميا بتتعب حالك وبتسوي جهد وبتنشر للناس معلومات تقنية. شو مستفيد يعني؟ لشو هالتعب كله هذا؟ ها يعني ليش؟ لا جاي لك مصاري ولا جاي لك دخل ولا جاي لك إشي، ليش بتعمل هيك؟ لأنه أي شخص في الحياة بالنهاية له رسالة. نعم. وعنده رسالة لازم ينشرها لأي حدا. أنا ما عندي لا سياسي ولا شخص كبير ولا وزير ولا أي شيء. كبير أنا شخص... هاي مستوى هذه كل واحد بيقيم. بس الناس أنا... بتشوف أنا شخصية عندي بحب السوشيال ميديا وبحب العلم اللي أنا تعلمته أنشره للجميع. فكل يوم بحب أنشر معلومة صغيرة أو إشي صغير لحتى حلو. بس أقول الحمد لله إني وصلت رسالتي لليوم. حلو. يعني هذا التارجت تاعي قدر الإمكان، بحاول كل يوم أنزل إشي بس أقول الحمد لله أنا عملت اللي علي، وصلت اليوم رسالة معينة حتى لو كانت بسيطة كتير. لو كل شخص فينا عمل هذا الحكي بس وصل رسالة إيجابية واحدة. صحيح. رسالة فيها فائدة واحدة، أنا بضمن إنه كل مجتمع فلسطيني يتغير. كل العالم. صح. يتغير. صحيح صحيح. والله يا أحمد جميل. هلا نيجي لإذن لسؤالنا الأخير،
كتير. طلع احنا بفكرة برنامج ترانزستور بتأمل عن جد في اكبر ناس بسمعونا ويعني وحتى لو مش مقتنعين يحاولوا كمان يشوفوا الاشياء اللي بيختلفوا معها. بكل مرة بنجيب الضيف فعلا ناخد منه ملخص اللي هو شو اسرار اللي الناس تسوق فيها افكارها ومنتجاتها. وبكل مرة احمد وبحاول مرات انا اخد مكان الضيف, الضيف يصير هو يسألني والى اخره. اسألني زب انه اليوم احنا بهالعصر في فرصة ذهبية للناس تروج لأفكارها. يعني بحاول أقنع الناس, عارفين شو يعني عندكم أدوات توصلوا فيها بأفكاركم للناس. أنت تحكي للناس شو بتفكر, شو أنت مختلف عن الآخرين, شو بتسوي بحياتك, هاي شيء عظيم. فعمليا طلع من هون برنامج ترانزستور, تعالوا نشوف بهالأدوات اللي فيها سلبيات هائلة واللي فيها إيجابيات هائلة, كيف نعزز الإيجابيات, كيف نطلع من فكرة ما تم تصنيعه من قوالب جاهزة بالمدارس, من فكر جاهز بالمدارس, كلمات معلبة وبلاستيكية بيبعونا إياها حول كثير قضايا زي المناصرة, زي التنمية, زي كثير أشياء أخذناها زي ما هي من العالم وما قدرنا نطوعها لاستخدامنا العربي أو المجتمع الفلسطيني, وهذا ينعكس على كثير قضايا. بسؤال الأخير أحمد حول هاي المقدمة الفلسفية, عن جد كيف ممكن اليوم الشاب يبدأ من الصفر مشروعه ومؤسسته واللي بدك إياه؟ كيف ممكن يروج لأفكاره؟ كيف ممكن يستخدم هاي الأدوات؟ شو يعملوا؟ من وين يبلشوا؟ وكيف يمشوا؟ حتى يبلش الواحد بشكل صحيح سواء بفكرة أو بمنتج لازم يعرف شو المفتاح لهذا الحكي. حلو. شو المفتاح؟ أنا كيف بدي أنشر إشي فكر أو منتج أو كذا بين العالم ويمشي بشكل صحيح؟ بنقولكم بكل بساطة آمن بالفكرة تاعتك. حلو. او امن بالمنتج تاعك واحنا بنضمن لك انه كل شيء يمشي 100%. اذا انت امنت بالفكره اللي عندك راح تلاقي كتير ناس بيحكوا سواء عن فكرتك او على المنتج تاعك انه ايش هذا منتج سيء, انت جماعه, انتوا جماعه نصابين, انتوا جماعه مش عارف ايش, انتوا كذا. طالما انت مؤمن انه انت شغلك صح وانه انت المنتج اللي عم تمشي فيه هو صح وانه اسعارك صح وانه مش عارف ايش صح, داعي القافله تسير. امشي ما لا ما ياثر عليك ولا اي شيء سلبي, لانه في عندنا بمجتمعنا كما في انه في ناس ايجابيين في طبعا سلبيين. صحيح. وما اكثرهم, لانه ممكن نحكي صح. البيئه اللي حوالينا بتاثر علينا بشكل سلبي بعض الاحيان. فاحنا اهم شيء عندنا نؤمن بالفكره تاعتنا او بالمنتج تاعنا. اذا احنا امنا بالفكره تاعتنا وبالمنتج تاعنا وكان عندنا التولز او الادوات الصحيحه اللي نشغل ننشر فيها هذا الفكر او المنتج, فاحنا بنضمن في النهايه انه المنتج يوصل للاشخاص اللي احنا معنيين يوصل لهم. حلو حلو. وايش كمان ممكن غير ما بعد الايمان؟ يعني اذا انا لنفترض احمد هذا موضوع حلو بالوقت اللي تبقى لنا, وانت ذكرت خلال الحلقه مجموعه نصائح, اللي لقط واللي ما لقط لا بده يرجع يلقط ويسمع الحلقه انه الايمان. طيب وين المساحه اللي لما انا بعرف بنقد عن جد علمي باجي بنتقدك فيه تاخذ فيه, وين المساحه اللي بدي انتقدك لاجل الانتقاد وامنعك تتطور وامنعك تنجح وانتقم لانه في عندنا شعور الانتقام عالي عماله بيزيد للاسف, وهذا اللي عمالنا بنحاربه. شو اعمل؟ كيف افرق؟ يعني شو اسوي؟ يعني كمان الانتقاد مهم. احنا طبيعي لاي شغله سواء منتج او فكر في عندنا انتقادات وما الى ذلك. امتى انا بعرف ان الشخص اللي قبالي منتقد صحيح ايجابي او سلبي؟ انا في البدايه لازم اعتبر كل الناس اللي عم بتقدوني هم ناس صحيحين. نعم. انه هذا الشخص ما في ماش قصده ولا شيء, ولا قصده انه ينزل من قيمه المنتج او قيمه الفكر تاعي. لما تتكرر هذا الامر اكثر من مره انا بكتشف انه هذا الشخص جاي يعمل مشكله. هذا حكي بالحقيقه بالواقع احنا بنعمله هيك بالبزنس حتى. بالمنتج لما الواحد يغلط يقول انتوا جماعه مش صح, بنقول له اوكي حقك علينا. تاني مرة أنتوا جماعة مش صح, حقك علينا. تالت مرة بنعمله ديليت. فإحنا نفس الشيء. أنا في النهاية لما أكون قاعد بالسوشيال ميديا أو بالفيسبوك أو بأي مكان أنا قاعد بمساحتي. نعم. بس أنا طالما قاعد بمساحة على الفيسبوك فأنا ما أعطي حرية للأشخاص إنهم يردوا على أي فكر. صحيح. أنا بشتغله. صحيح. إذا الأشخاص عم بشوفهم عم بيحاولوا الفكر تاعي لسلبي, عم بيطلعوا على المساوئ تاعته بس, أو تكررت هاي الأمور أكثر من مرة, اتجاهل الشخص. لما تشوف التعليق تاعه ولا كأنك شفته. حلو. انزل لي وراء أو بتحذفه أو أي شيء, بس ما تخلي هذا الفكر يأثر عليك أنت.
بقدر ما أنه يطورك. طبعا أحمد، في اللحظات الأخيرة، في إشي فعلا بتحب توجهه كملخص للشباب، للناس، حول الترويج لأفكارهم والاستثمار بهاي المنصات؟ أنا بكل بساطة بحكي أنه استغلوا الفرصة اللي إحنا فيها حاليا. استغلوا الفرصة، عنا في عنا أكثر من مكان، في عنا أكثر من بلاتفورم موجودة على السوشيال ميديا، بنقدر من خلالها ننشر كل أفكارنا الإيجابية، وننشر كل حتى المنتجات تاعتنا بكل الأشكال تاعتها. فإحنا بس نستغلها بالطريق الصحيح، نتوجه بالشكل الصحيح، وبنعرف في النهاية أنه في النهاية السوشيال ميديا هي السوشيال ميديا. إذا ما كان فيها تطبيق عملي مع مؤازرة مع السوشيال ميديا، مش راح يكون في عنا إشي. فيعني اللي بنحكي حملات ومناصرة وما إلى ذلك، إذا ما كان فيها تطبيق عملي على أرض الواقع، على أرض الواقع واحد يجي يعمل إشي وهدول تكون داعمة إلي، أنا ما بستفيد إشي. فهذا حكي بالمنتجات، حتى لو أنت بدك تبيع منتج، صحيح بدهم الناس يلمسوا، تعالوا إشو تعالوا إشو، وأنا ما عنديش المنتج، صحيح، وأنا ما جبتش المنتج من برا، فنفس الإشي بالضبط، أو أنا ما بدي أوصل المنتجات للناس. فنفس الشيء بالحياة، بالفكر، بأي شيء عنا. جميل، ممتاز. يعني أحمد، مع الكاميرا اللي بتابعونا، والنصيحة كملخص، كثير قصص لنساء، لشباب اللي بلشوا مشاريعهم الخاصة ببيع منتجات، يفتحوا صفحة فيسبوك انه عندهم اليوم بيعمل معجنات، انه عندهم هذا المنتج، انه عندهم هذا التطبيق، ما بيشوفوا الا شوي شوي طبعا بجهد الا انتشرت الفكرة. هذه مساحة للترويج لفكرك قد ما الناس واجهت بانتقاد. حلو الواحد يأخذ الانتقاد يطوره، ولكن حلو الواحد كمان يكمل. أحمد بركات، شكرا جزيلا. شكرا لكم. هي مصافحة الحلقة. أنا بشكرك على وقتك، وبتأمل الناس رح تنزل على موقع رأي وعلى صفحة التغيير عشان الناس تستفيد منها. وكمل إنك تضلك تنشر إن شاء الله بالكلمات، وإذا بدك يبعث لنا إياهم نسوي لك إياهم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.